اهلا بكم من جديد. وضيوف هذه الحلقه نقيب اصحاب محلات الحلي والمجوهرات اسامه مسيح، اهلا وسهلا بك معنا، وايضا محلله الاسواق الماليه لينا قنوع، اهلا وسهلا بكما. اسمحوا لي ان ابدا معك استاذ اسامه، كيف يتعامل الاردنيين مع الذهب كادخار؟ الشعب الاردني شعب شرقي بطبعه، وهو يعتبر الذهب زينه وخزينه، فالمرأة تتزين بالذهب وتختزنه ليوم أسود، والرجل الأردني المستثمر أيضا غير أنه بشجع زوجته، بنحكي بهاي الفترة وبدنا نحكي بالفترات الماضية، المستثمر أو المستهلك الأردني يستثمر بالذهب، بيشتري كيلوات ذهب، بيشتري أنصات، بيشتري ليرات، وخاصة إذا سؤالك عن هاي الفترة من شهر 3 إلى 2020 إلى هلأ، من أكثر الفترات اللي أجا طلب على الذهب للاستثمار للمستثمر الأردني واللي مدخر مصاري. ولكن السيدة والسيدات الأردنيات وربات البيوت باعوا الذهب، فبالأردن وعالميا يوجد عرض كبير من المصوغات تبعت الستات واللي استثمروهم لإلهم، سواء مصوغات المشغولة المشغولة، فإحنا بنحكي أطنان سواء بالأردن دول العالم، يعني من الماضية بنحكي 1100 طن تم بيعه عالميا، وبتخيل هاي السنة هذا 2018 آسف، بتخيل 2020 يتضاعف هذا الرقم عالميا وأردنيا بالشرق الأوسط، لأنه الستات بشكل عام والمستثمرين لما يطلع الذهب كتير وفجأة تو هاي تو فاست بيبيعوه، بيعتبروها فرصة للبيع، وبنفس الوقت منلاقي مستثمرين يجدون بطلوع الذهب فرصة إنه يركبوا الموجة وبده يطلع. وهون راح يجيك سؤال، راح يجيني سؤال منك بعدين، بدنا نرجع العرض تبع الناس والطلب. العرض والطلب للناس بشكل عام راح نرجع له، ولكن ست لينا تحديدا هذا الكلام نفسه انعكس على الأسواق العالمية في تجارة الذهب؟ نعم، يعني بالفعل إذا اتجهنا أولا الحديث محليا عم نشوف أنه انخفاض القدرة الشرائية وأيضا الأسعار الفائدة المتدنية، ولا أقصد فيها انخفاض قيمة صرف الدينار، عم بشوف أنه كل اللي عم يتجهوا للذهب بين النساء كما ذكر أنه لبيع الذهب، هذا الاتجاه كاقتصاديا خاطئ، لأن يعني عم نشوف الأسعار إسا رح ترتفع حسب جي بي مورغان، حسب سيتي بانك، أنه في ارتفاعات للذهب، يعني في هناك طلب على الشراء للذهب سواء محليا أو عالميا، وعم نشوف كيف الأسعار عم ترتفع. نحن وصلنا لمستويات 1900 دولار، وبالتالي يعني هناك أسباب داعمة سوف نذكرها لاحقا، شو الأسباب اللي إذا بتحب تعرفها يعني تحديدا. كيف اليوم نتحدث عن آخر إغلاق اللي هو 1925 دولار للأونصة، كيف وصل الذهب فعليا ل 1925 دولار؟ نعم، إذا تحدثنا عن الذهب نحن مو وليد اللحظة، هاي الارتفاعات شاهدنا عام 2019 بداية صعود الذهب، تقريبا كنا عم نتراوح من 1400 دولار. هذا السبب حول الارتفاع، كان هناك تكهنات بأن يكون هناك أزمة مالية عالمية، أو ممكن هو يعني كان الارتفاع المديونية، أو في مشاكل بالبنوك الألمانية، هذا سبب أنه شفنا بعض الارتفاعات بلشت وشفنا حيازات للذهب. بدأنا الارتفاعات الحقيقية عن أزمة كورونا، هي اللي أعطتنا اتجاهات صاعدة للذهب، وارتفعنا ارتفاعات كبيرة، وحتى عم نشوف أنه ارتفعت حيازة الذهب في هالأربعة أشهر أعلى من مستويات حيازة الذهب بعام 2019 من قبل صناديق التحوط، لأن الذهب يعتبر بشكل عام الملاذ الآمن. إذا تحدثنا عن 1800 دولار اللي وصلها وقت كسرناها، يعني كنا عم كل ما نكسر هذا الحجم عم نرجع عم نرتفع، ف 1800 دولار كان خلال الأسبوعين الماضيين هو حاجز نفسي كتير مهم كان للمتداول، فكل ما ارتفعنا فوق هالمستوى عم نشوف طلب للشراء، وصلنا لمستويات 1825 ل 1850 دولار.
كسرنا المستويات ال 1850، كان هناك مراهنة على أنه في بيع على المكشوف، راهنوا المتداولين بيع على المكشوف، اضطروا يبيعوا المراكز المالية لديهم، بعدين تخلوا عنها، تخلي عن هالمراكز المالية لا يبيعوا المراكز بيع على المكشوف، ونشوف طلب جديد وارتفاعات جديدة صاعدة. طبعا هي الارتفاعات اللي عم نشوفها لعدة أسباب، هي التوترات الأمريكية الصينية اللي عم تزداد حدة، خاصة بعد إغلاق القنصلية في بداية من القنصلية الأمريكية في القنصلية الصينية في أمريكا في هيوستن بولاية تكساس، وبالمقابل الرد الصيني كان بإغلاق يعني التوترات السياسية انعكست مباشرة على أسعار الذهب، انعكست بشكل مباشر على أسعار الذهب، وخلافا أنه الطلب أيضا من إذا أخذنا الأسواق الأسهم، الطلب نحو يعني هناك طلب على الذهب لتغطية مخاطر لو حصل انخفاض في أسواق الأسهم وغيرها من الأسباب. يعني سندخل بتفاصيل الإقبال على الذهب عندما نتحدث بأن الذهب اليوم كسر حاجز لم يكسره منذ عام 2011. لو نعم تفضل. يعني بشكل عام نتحدث عن شيء لم يحدث من 10 سنوات تقريبا. نعم لو كسرنا فعلا حاجز 1920 دولار وهو اللي حصل بالفعل في عام 2011، ممكن رح نصل لمستويات أكبر من ذلك لمستويات الذهب. طيب سنذهب بالتفاصيل بعد قليل، ولا أين يمكن أن يصل الذهب بعد 1925 دولار الذي سجلها اليوم. ولكن سيد أسامة، إذا تحدثنا عن 1925 دولار للأونصة اليوم في الأسواق، 1907 الهاي، لا اليوم آخر إغلاق سجل في على بلومبرغ هو 1925. هلا بصرف النظر إذا أخذنا حتى على 1900 دولار وعكسناه على سعر الجرام، نشاهد بأن هناك فرق ما بين محليا سعر الجرام محليا وعالميا. إذن يعني هذا يقودنا للسؤال، كيف يسعر الذهب بالأردن؟ أوكي. هلا الذهب let's say سكر 1903 alright، من حسب في عدد الأونصات بالكيلو اللي هي كل كيلو فيه 32.15 أونصة، وثم يضرب بسعر الدولار على الدينار اللي هو 71 قرش، وثم يضرب بالعيار، إذا كان عيار 21 بصير دار 875 بالألف أو 21 على 24، إذا 18 تضربه ضرب 18 على 24 أو 790 العيار، فرق العيار حسب، وبضاف إله فرق الخياس تبع الذهب. يعني الذهب ال 18 إله عيار 750 عن 1000 كعيار، ولكن بعد التصنيع خاصة إذا مستورد يحسب بعيار أكثر. طيب يضاف إله، ضربناه بالنسبة بعد ما نضربه بالنسبة ما الذي يضاف؟ أول شيء منوجعه بعد ما نضربه، صحيح مدى في ضرب أكيد موجع، بس مشكلة يكون الوجع على جيبة المواطن. لا الوجع على الذهب، لا على جيبة المواطن لا. أحكي لك، يضاف إله عندك رسوم استيراد، عندك رسوم خدمات، عندك جمرك إذا كان في جمرك إذا مشغول، عندك رسوم دمغة إذا كان مستورد أو محلي، شحن، تأمين، ورسوم الصك والصياغة. ففي عوامل أخرى، فأنت ما بتضربه بالذهب بتلاقيه، هذا بتشوفه على الشاشة، بس عشان تشوفوا اسواره في محل في عمان بده يمرق كل السبلاي تشين اورايت، يعني سلسله التوريد طبعا ربح السائق. طيب ربح السائق بيكون مبالغ فيه؟ لو مبالغ فيه ما راح اقول لك مبالغ فيه، لا طبعا، طبعا. لا لا احنا السوق بشكل عام المنافسه في الاسواق هي بتخلي فايده للمستهلك. اوكي عندك الزبون واعي، في تسعيره بتطلع من نقابه الصاغه يوميا، وإذا صار في تغييرات كبيرة تغير تنتشر على كل السياق، وفي شاشات إلكترونية، وفي بيقدر واحد يتفرج، بس يدخل على ويب سايت النقابة أو الفيسبوك بيشوف سعر الذهب. ولكن حسب إيش بيختار الزبون، هل يختار قطعة ذهب مستوردة، هل يختار قطعة مميزة. عندك 14,000 صنف، وهذا رقم أنا حكيته من عندي، وكل صنف له أجار مختلف، إشي تصنيع محلي، إشي برا، إشي محجر، إشي مع ألماس، ناتشرال ستون، سيمي بريشس ستونز، حسب إيش بتشتري الست. طيب بس الفرق ما بين الذهب المصنع محليا والذهب المستورد، سيدي خلينا الفرق صياغة، الذهب هو ذهب أورايت بنفس العيار، طبعا نفس العيار، الذهب ذهب، ولكن إحنا بنحكي على صياغة ورسوم الاستيراد ورسوم الدمغ تختلف بين المستورد بين محلي، أعلى بكثير، والمكونات الأكثر، نقدر نحكي 2-3% 4% مش كتير أكتر. وحاليا الصياغة الأردنية صار تضاهي المستورد، وصار في أسعار عالية، أنت عندك أجور من دينارين لعشر دنانير بالمحل، محلي أو مستورد يختلف، يختلف شو الكومبوننتس اللي فيها.
هلا الذهب مش بس تشتري ذهب، عم تشتري معه الماس سيمي بريشس ستونز، او عم تشتري معه جلد بدخل فيه زي ما انا لابس، في بيكون داخل معه خشب، بدخل معه ستيل، فكتير مكونات. الذهب عبارة عن حلية تتجمل بها المرأة. والموضة العالمية بطلت نحكي بس سلاية يا أخوي وانجصات وحلق سمسال اسطنبولي، نحن نتحدث عن جمال، نتحدث عن موضة، نتحدث عن ألوان للذهب، ذهب أصفر، ذهب أبيض، روز جولد، بلاك جولد، مع أنه كليته ذهب أصفر، ولكن البليتينج تبعه يختلف حسب الموضة. نعم. طيب إلى أي حد الأردنيين أقبلوا على الاستثمار في البورصات العالمية وخاصة في الذهب؟ نعم، هناك بالفعل إقبال يعني على الذهب، لأني بالعادة بالأزمات، وهذا بيذكرنا بأزمة 2008 إنه كيف كان الإقبال، فهذا عم بيعيد يعني في هناك إقبال بشكل كبير. لا توجد لدي إحصائيات دقيقة على مدى الإقبال، لكن يوجد إقبال على السلع، على السلع المعادن الأخرى. هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين الأردنيين حول شراء الذهب، لأني عم نتوقع أن ارتفاع بالذهب. إذا تحدثنا كما قبل قليل كنت رح نحكي أنه إذا كنا عم نشتري الذهب بواحد دينار قبل 5 سنوات، هلأ من الصعب أنه نشتري بنفس بواحد دينار، رح نحتاج أكثر من هيك هذا المبلغ. وهذا يعني بيسبب المخاوف من الشراء، لكن بشكل عام رغم ذلك لازم هناك يعني ما زال هناك طلب الشراء، والعم بيصير من الأردنيين من البيع بعتقد أنه هو تصحيح خاطئ، وأنه رح يستمر، وأنه لازم يكون في طلب على الشراء وليس على البيع، واستقرار أكثر في الحصول. نعم. على الذهب. إذن نعم. مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الأحد الاقتصادي. يعني أنا مباشرة من محمد عاكف لأستاذ لينا، يعني أمرين أجمعتهم عليه، هو حالة من عدم اليقين وأيضا الملاذ الآمن. إلى أي حد ستبقى الأوضاع بهذا الاتجاه وتدفع بالذهب إلى الارتفاع؟ اليوم نتحدث كسر حاجز 1900، أين تتوقعون أن يصل؟ نعم، التوقعات تصل إلى 2000 دولار، طبعا مدعومة. إذا تحدثنا قليلا شوي عن إيش اللي عم بيدعم، هي مش فيروس كورونا اللي دعم بالحقيقة الذهب، هو الإغلاقات الحكومية اللي اضطرت أنه يصير إجراءات إغلاقات حكومية أدت إلى دفع نحو الملاذات الآمنة ولا أسعار الذهب. طبعا المزيد من التحفيزات المالية والنقدية اللي قامت بها سياسات الحكومات والبنوك المركزية وخاصة الفدرالي الأمريكي اللي سياسته التحفيزية كتير كبيرة كانت ب3 تريليون دولار، وأيضا سياسة التحفيز اللي عم بيناقشوها بين الجمهوريين والديمقراطيين ب1 تريليون دولار، هي ربما رح نشوف تحفيزات أكبر، كلها هاي بتأدي إلى دعم أسعار الذهب كما ذكر محمد عن كما قال أنه أسعار الفائدة المتدنية هي طبعا من أسباب أيضا دعم الذهب. وأيضا لا ننسى انخفاض الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية، بالتالي انخفاض الدولار هو منها التضخم، وبالتالي أيضا عوائد السندات، يعني عدم التوجه لعوائد السندات أذونات الخزانة الأمريكية، فأدوات الدين الحكومية عم نشوف المشهد أنه عوائدها متدنية، فبالتالي عم بيؤدي لانخفاض الدولار، وبالتالي عم نشوف أنه هناك دعم وتوجه إلى الذهب، غير أنه أي عم نشوف أي نتيجة لقاح لكوفيد 19، وخاصة نحن بالمرحلة الثالثة في عنا 3 لقاحات وضخ أيضا الولايات تحاول في تجارب، وأيضا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين ضخت تقريبا 2 مليار دولار ل 100 مليون دولار من العقار من شركة فايزر لشركة الشركة الألمانية بايو انتك. فبالتالي كل هذا يعني ربما بيخلي أنه الأسواق ترتفع وبالتالي الذهب يتراجع، لكن مع ذلك الاتجاه صاعد، والاتجاه الصاعدة في ظل التحفيزات المالية والنقدية عم نشوفها من الحكومات والبنوك المركزية، في ظل تصاعد التوترات الأمريكية الصينية، في ظل انخفاض الدولار نتيجة الأسباب التي ذكرناها، فهذا كله أسعار الفائدة المتدنية كلها أسباب يدفع الذهب إلى 2000 دولار، وهذا توقعات حتى بنوك عالمية مثل جي بي مورغان، سيتي بانك. نعم. كما ذكرنا حتى بانك أوف أمريكا يقول أنه 3000 دولار، لكن من المستحيل. نعم نعم، يعني أعود إليك سيد أسامة وأنت يعني نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، في هذه الارتفاعات وأيضا انخفاضات، يعني نتحدث عن تقريبا 500 دولار خلال أقل من عام الذهب كان متذبذبا فيها، التجار يستفيدون أم يخسرون؟ أنا بدي أول شيء أقول لك شغلتين. تفضل. رأس المال للسائق هو ذهب،
وارتفاع الذهب ممكن يرفع سعر الذهب، هو يرفع من قيمة موجوداته ولكنه لا يحقق لا ربح ولا خسارة سواء انخفض أو طلع. لأنه كأنه واحد عنده بيت كان يسوى 100,000 صار يسوى 300,000، هو ما باع البيت، ولو صار البيت بيسوى 50,000 دينار ما باع البيت ما حقق خسارة، فهي فقط تعتبر للتقييم. بس اسمح لي بدي أنبه المستمعين المشاهدين، واسمح لي أختلف شوي مع أختنا لينا وأختلف مع الأستاذ المحلل. الذهب عمره ما كان طالع بس one way. لا أكيد لا أكيد، كشركة إكفتي نحن منقول أنه في يكون في تذبذبات، أكيد ما في شيء أنه اتجاه صاعد، لكن النظرة تصاعدية، الاتجاه صاعد بشكل عام، لكن لا شك انه راح يكون في تذبذبات. هيك اتفقنا اكيد. لا يمكن لا يمكن ان يكون الاتجاه صاعد ولا يكون في تصحيح. هلا اسهم التكنولوجيا عم نشاهدها في تصحيح بالولايات المتحده الامريكيه. فاسمح لي حفظ الله، تفضل. فاحنا قد يكون الاتجاه بوزيتيف للذهب ولكن بعوامل الموجوده، طالما الاي تي اف الاكسشينج تريدد فاندز عم تشتري الذهب بضله تصاعدي، طول ما في تنشن واحتمال، وليس فقط التنشن بين أمريكا والصين، تبعاته هو الكوفيد 19، تبعاته الاقتصادية من unemployment، من كساد اقتصادي، هذا هو اللي بيدفع الذهب للطلوع. ولكن أرجو أن أنبه المشاهد، أنت تستثمر وتشتري الذهب long term، على المدى طويل. نحن ممكن نشوف correction، ممكن نشوف consolidation، ممكن نشوف الذهب يتذبذب ينزل 100-200 دولار في أي لحظة، ممكن يسوي consolidation ويطلع، أو ممكن يكون انتهاء المشوار حسب عشرات العوامل. إنتاج الماينز اللي هو almost ثابت، طلبات البنوك المركزية، أنا مجبر على ترجمة كل كلمة بتحكي إياها في الإنجليزي. أوكي. إحنا بيعتمد إنتاج المناجم من الذهب اللي هو يقارب 3300 طن سنوي، ولكن هذا ثابت، يعتمد على طلب من البنوك المركزية وهو عم بيكون كتير كبير حاليا، طلب للاستثمار عالي، طلب للاندستري تقريبا 900 طن للصناعات الإلكترونية بالذات والدنتل، ولكن هذه تقريبا ثابتة. إذا شو اللي بيأثر على الذهب؟ شو اللي إحنا فينا المستثمرين اللي عم بيشتروا الإكسشينج تريدد فاندز، الشعب اللي بيشتري أونلاين والناس اللي بتستثمر، ولكن مقابله في انخفاض في الطلب على المجوهرات. اللحظة المستثمرين بلاقوا ملاذات أخرى أو سبب آخر يبيع الذهب قد يؤثر على الذهب. أريد أن أتحدث، يعني مثل انتعاش مثلا سوق الأسهم أو أوراق مالية. سوق الأسهم الأمريكي هلأ مرتفع، ولكن شو اللي رفعه؟ الإيزي ماني، المصاري الرخيصة، عم بيبعتوا شيكات لكل الشعب الأمريكي عشان تعويض على الكوفيد 19، عم بأخذوا المصاري 10,000 و20 وأكثر حسب العيلة، جزء منه بروح بيشتري أسهم، وهذا هو المورفين اللي عم بيرفع الأسهم. في لحظة من اللحظات متفق مع أختينا، في لحظة رح نلاقي الأسهم تكولابس، والذهب أولها ممكن زي ما صار بشهر 3 ينزل معه. ليش؟ against كل التوقعات، عشان بحاجة للليكويديتي، بعدين برجع بطلع. anyway أنا أرجو أن أشدد، نحن نستثمر بالذهب ولا نضارب فيه، بيعه ونشتري كتجار ذهب. لا، نصيحتي كنقيب للمشاهد وللمستثمر، مش بس كتجار، تجار ذهب إحنا رأسمالنا ثابت، ولا نقامر ولا نضارب على الذهب، وهذا هو المستثمر الحقيقي والمالك الحقيقي للذهب. طيب اليوم إذا صار إقبال قوي من الأردنيين عن الاستثمار في الذهب، يعني نتحدث عن الأونصة، عن الليرة، عن الأمور اللي ما بتخسر كثير في على الكيلوات، على اللي ما بتخسر في المصنعية بشكل كبير، ممكن يكون في ضعف عند التجار بتلبية هذه الحاجات؟ طول ما الأمور مطارات للشحن مفتوحة ما رح يكون في مشاكل. ما في مشكلة. اثنين، في عرض محلي كبير للكسر الذهب، معظم الذهب اللي منصنعه هلأ هو من العرض تبع الناس اللي بيبيعوه، منصهره ومنرجع منصيغه، عشان هيك صار الموضوع سألتني عليه بالاستراحة موضوع العروض والتنزيلات، وهذه فرصة أجاوبك وأجاوب الأخوة المشاهدين. بالضبط، لأنه صرنا إذا كان الذهب في عروض عليه معناته في هامش ربح عالي جدا لازم يكون، أو في إشي غلط، أو في غش. هلا إحنا ما بدنا نقول في غش، لا، إحنا بدنا نقول بما أنه سعر الذهب عالمي وعارفينه 1907 دولار، ولا زي ما قلت على الفيوتشرز 1925، إذن في فاليو بهذا الذهب، هو زي عملات، زي احتياطي ذهب تلقيبي. فأنا
أرجو من المشاهدين والمستهلكين أنك لا تلتفتوا إلى العروضات والتنزيلات والخصومات لأنها تخفي ما وراءها وهي ليست حقيقية، وأرجو تجنب أي أونلاين أي إعلان أونلاين عند سائق مين ما كان يكون، لأنه هذا غالبا غير منتسب لنقابة الصياغ وإحنا وقتها ما بنقدر نحميك، فتجنبها لأنها تخفي أمور تانية وليس في مجال لتوضيحها، ولكن هي غير حقيقية ولا تعبر عن مقياس حقيقي لسعر الذهب أو القطعة اللي بدك تشتريها. دائما تعامل مع سائق هو منتسب للنقابة ثقة، ولا يوجد لديه تنزيلات وخصومات، لأنك بالنهاية أنت الذي سوف تخسر. النقابة يمكن أن تحمي من يشتري الذهب من سائق معتمد؟ بحمي العضو النقابة في عند أعضاء 90% من الصياغ منتسبين لها، ولكن غير منتسبين لها ما بقدر أنا أسيطر عليه. تجبره؟ ما بقدر أجبره بالضبط، ما بقدر أجبره ينتسب. بس شو طبيعة الحماية؟ يعني هو خارج النص، ولكن إحنا كنقابة عندنا regulations، بقدر أعطيه إنذار، بقدر أعطيه أفصله، وإذا فصلته ما بقدر يزاول المهنة، ولكن إحنا بنحكي إذا صار في خطأ جسيم. عشان هيك أنا بنصح أي متعامل يتأكد إنه هذا عنده شهادة منتسب للنقابة، وأن لا تلتفت بالأصل للعروض والتنزيلات، لأنه هذا الصايغ وهذا العروض فيها مشكلة وليس في مجال لشرحها الآن. نعم، يعني سنكمل هذا الحديث الشيق فعليا في موضوع الذهب والذي يهم شريحة كبيرة من الأردنيين، ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ونعود من بعده لنكمل على حد الاقتصادي. أرحب من جديد في ضيوفي في البرنامج نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات أسامة مسيح، أهلا وسهلا بك من جديد، وأيضا لينا قلوع المحللة الأسواق المالية، أهلا وسهلا بكما. سأعود إليك لينا، ما مدى ارتباط تسعيرة الذهب بالفضة أو أسعار الذهب بالفضة عالميا؟ نعم، هي تاريخيا هذا موجود، ارتباط الذهب بالفضة. الأسباب اللي عم تخلي إنه الذهب والفضة عم بيرتفعوا هي أسباب تقريبا موحدة، إنه نحن عم نشوف ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة بالبيرو هي أكبر مستهلك استهلاك للفضة، فبالتالي عم ترتفع عدد الإصابات، وهذا بيخلي إنه نتوجه بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يمكن في إغلاقات اقتصادية، ربما تحصل هذه الإغلاقات لكن بعيدة، وتعافي الاقتصادي إلى الآن غير معروف سواء بدبليو أو في، فبالتالي كيف رح يكون شكل التعافي الاقتصادي؟ إحنا كنا عم نتحدث من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عم نشوف هلأ البيانات الاقتصادية عم تختلف، ممكن هلأ كيف عم يشوف الآراء حول هذا التعافي، إلى أي مدى تحقيق التعافي. كل هذه الأسباب اللي عم نذكرها هي كمان توجهات فعلا للذهب والفضة يسيران باتجاه واحد بسبب العوامل تقريبا تربطهما بنفس البعض، ولاحظنا ارتفاع يعني قوي الفضة، يعني هو زبائن الفضة ليس مثل زبائن الذهب دولاراً. يعني الفضة ليس مثل زبائن الذهب، الذهب هو الإقبال الأكبر، لكن 17 دولار للأونصة، اليوم نتحدث عن أكثر من 20 دولار. نعم، يعني نتحدث عن 3 دولارات في، فربما نشاهد مستويات يعني يسير باتجاه تصاعدي مع الذهب، لكن ليس كمسيرة يعني الذهب، لأن الذهب هناك إقبال أكبر. الانتخابات الأمريكية وإلى أي حد ستؤثر على عودة الذهب إلى الاستقرار؟ الانتخابات الأمريكية كتير مهمة، وخاصة نحن عم نشوف هلا إذا بدنا نحكي بس عن تصاعدات التوترات الأمريكية الصينية كتير إلى تأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأني عم نشوف إنه البيت الأبيض ما له الآن ليس لديه إنه المصلحة إنه تصعيد هذه التوترات، لأن رح تكون مؤثرة، ونحن إذا شفنا الانتخابات مش رح تكون لصالح ترامب، إذا فاز ترامب رح يكون هناك ارتفاعات لأسواق الأسهم واستمرار للارتفاع، ارتفاع رغم أن التقييمات نحن بنقول مرتفعة في أسواق الأسهم، لكن إذا فاز بايدن فرح يكون تأثير على الأسواق يعني رح يكون شوي سلبي، نشوف ضغط على أسواق الأسهم، فبالتالي انتخابات الرئاسية الأمريكية رح تشكل حاسم، يعني لم يتبقى لدينا الكثير حتى تتضح الرؤية من سيفوز يعني في الانتخابات الرئاسية. أيام قادمة ونترقبها، ويعني ربما سيكون لها تأثير بالفعل سواء على أسواق الأسهم وارتباطه بأسعار الذهب. طيب سيد أسامة، حظر ومنع للتجمعات والاحتفالات وبالتالي منع للأعراس، إلى أي حد أثر على الصاغة هذا الكلام؟ طب تسمح لي أن أجاوب على أسئلة وصلتني من ضمن هاي الأعراس، من ضمن كل شيء. أنا بحب أنبه
لو خفت الحفلات الأعراس لساتها الناس عم تشتري الشبكة وبتتجوز وبدها تشتري الذهب، لأنه البنت بتحلم بالشبكة قبل العريس، وهذا لحظنا إحنا. حظ الصاغة. حظنا إحنا. ملاحظتين بالنسبة للفضة والذهب. الذهب هو العملة والاحتياطي لجميع دول العالم وليس الفضة. متوسط استثمار دول العالم بنوكها المركزية هو 19% من مجموع احتياطياتها بالعملة، وأكثر دولة بالعالم عندها احتياطيات ذهب اللي هي أمريكا. 83% احتياطياتها ذهب. إذا شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي إذا دول العالم تحتاط وتشتري الذهب. بنك المركز الأردني احتياطيته من الذهب رائعة، قاربت 2 مليار، وكانت كليتها على أسعار رخيصة وتم زيادتها بالأسعار الرخيصة. فأنا أشيد بالسياسة الحصيفة الذكية لبنكنا المركزي المفخر فيه. بس ماذا نقول؟ نقول للمستثمر الأردني إنه جزء من ممتلكاتك لا بأس يكون ذهب، لكن لا تشتري كل ما تملك فيهم ذهبا. استثمر بالذهب، استثمر بالألماس. الألماس له بورصة زي الذهب وله أسعار زي الذهب، وترتفع وتنخفض زي الذهب زي الأدوات الاستثمارية الأخرى، ولكن لا تضارب على الذهب. نحن نحبذ إنه اللي بيشتري ذهب زي ما بيشتري أرض، حافظ عليها للتقلبات في المستقبل، حافظ عليها هج ضد تقلبات العملة. الكوانتيتيف إيزنج والضخ المصاري اللي قلل الثقة في العملات وفوائدها القليلة بتدفع جميع المستثمرين بالعالم والبنوك والدول أن تستثمر بالذهب، ونحن مش غلط نتعلم منهم. صحيح. طيب سيدة لينا، إذا دخلنا بتفصيلة كيف للأردنيين أن يستثمروا بالذهب عالميا ببساطة، يعني هل هو شيء مفتوح للأشخاص العاديين؟ نعم مفتوح، يمكنك الاستثمار بأي قيمة ولو بمبلغ بسيط، بتقدر بأي شركة فرق، بشركة إكويتي، شركة أي شركة من شركات التداول أنه تستثمر لو بمبلغ بسيط، إما يكون لدخل إضافي أو ربما يكون عند العقود. طيب. مقابل الفروقات أو عن طريق أنه تستثمر طويل الأجل كما ذكر، أو عند طريق الادخار اللي بتعمله معظم السيدات أنه هيك. فكاستثمار نحن بنحكي كاستثمار، فالاستثمار كتير بسيط، ممكن نبدأ $500. نعم. طيب بشكل عام من يشتري أسهم الذهب أو من يشتري اليوم على هذه الأسعار هو لا يملكها بيده. لا يملكها بيده. ما الذي يملكه إذا؟ يعني إذا أردنا أن نبسطها. يعني هو يملكها كورقة طبعا. يعني اسمح لي أتدخل. تفضل. كمية الذهب بعد إذنك أخت لينا، كمية الذهب المتداول عالميا يساوي 400 ضعف الذهب الموجود فعليا. فأنت يوجد عندك إحدى الطرق أنك تستثمر بالإكسشين تريدد فاندز أو بالمكاتب، طبعا مكاتب محترمة بتقدر تستثمر فيها، حقك محفوظ. ولكن أنا يعني برأيي واحترام الشخصي أنه أنت شراءك لذهب وتمسكه بإيدك بالكرايسيس بالمستقبل بعدم وضوح السبلاي تشين مانجمنت هي طريقة أخرى، ممكن الفيزيكال جولد تستثمره. لا مانع أنك تستثمر إذا إلك حساب بالبنك أو حساب بمكاتب أنت تتعامل معه تشتري جزء على أساس إذا أنت حابب تتداول، ولكن إذا بدك تستثمر بالطريقة التقليدية بتكون أنت مش واحد من 400 الذي يتداول في ذهب، تكون انت ضامن هذا الحق تملك ولكل خياره، يعني انه يختار هل التداول الالكتروني. نعم انا ذكرت ذلك انه لكل يعني رغبه في كيفيه طريقه التداول، اما عن طريق شراء الذهب بشكل مباشر او عن طريق شركات التداول وعقود مقابل فروقات. كرمال لينا ولا حكينا حكي اكثر بس كرمال لينا. لا ابدا. طيب سيد اسامه، الى اي حد الاردنيين سيلوا الذهب وصرفوه خلال فتره الحظر؟ أحكي لك، بيع الذهب اللي سيّله من السنة الماضية قبل الحظر بسبب طلوع الذهب، كشان نكون واضحين، 2019 تقريبا كان في 2.5-3 طن تم بيعه من الشعب وتم صاره إعادة استخدامه الكسر أو تم تصديره. السنة هاي برضو طلوع الذهب سائب بنفس فترة الكوفيد 19. نعم يوجد من باع ذهبه لكي يصرف ويمشي أموره، ولكن أجت التنتين مع سوا. ليه؟ إيش السبب؟ إنه هذا عالميا ومش أول مرة. كل سنوات لما كان يطلع الذهب بال2011 من 8 إلى 11 كان عرض الذهب كتير كبير،
ففي عندما كان يصعد الذهب بسرعة بأرقام كبيرة عالميا كان في عرض ذهب. يعني لم يكن الحظر هو السبب، إحدى الأسباب ممكن زادتها للناس المضطرة تبيع لغرض تاني، ولكن السبب الرئيسي صار بالأردن كما حدث 2019 في كل العالم هو ارتفاع أسعار الذهب، وهذا مش إشي أول مرة منشوفه، رأيناه عبر التاريخ. بأمريكا بال2008 هدول كان البيع أطنان يوميا، بأوروبا بالصين بالهند لما طلع الذهب فجأة لل 1900 ما بتصدق دي صار في بيع. فليس هو السبب، لكن أحد من الأسباب أكيد، الإغلاقات هي سبب من الأسباب. يعني نعم، أثرت على الأسواق العالمية الإغلاقات الاقتصادية؟ لم تؤثر على التداولات؟ نعم أثرت، يعني لم تؤثر بي بي يعني كاقتصاديا تأثرت شكل التعافي الاقتصادي كاقتصاديا كبيانات اقتصادية. نحن عم نسمع بيانات اقتصادية ارتفاع بمعدلات البطالة، حتى إعانات البطالة الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي ارتفعت، يعني ما لا يوجد تعافي اقتصادي، لكن عم ترتفع أسواق الأسهم، عم يتجاهل المستثمرين أو المتداولين ما يحصل من شكل التعافي الاقتصادي، هل هو شكل V أو راح يكون عن W، كيف راح يكون هذا، يعني كيف راح يكون التعافي، كيف راح تكون البيانات الاقتصادية، نتائج الشركات. نحن عم نشوف يعني أسهم التكنولوجيا عم نشوفها ارتفعت، لأن في بعض الشركات استفادت من هذه الأزمة، من أزمة فيروس صح. كورونا، يعني يعني هذا شيء واضح، عدم قدرة الناس على الخروج. نعم عدم، فاضطرت أنه أغلب يعني تطلب أونلاين، وخاصة عبر التسوق، وخاصة التجزئة عبر الأونلاين هي اللي استفادت، مثل أمازون وأيضا الشركات العالمية، الشركات العالمية استفادت بشكل كبير. يعني هناك يعني ربما نحن في الأردن هون ربما بعض الشركات فعلا استخدمت التكنولوجيا وأعمالها قامت من يعني من خلال الأونلاين، وازدهرت أعمالها واكتشفت أعمال ربما أفضل إنتاجها في منزليا أكثر الإنتاجية من الإنتاجية. نعم. سيد أسامة، إذا بدنا ننصح الأردنيين بما هو الذهب الذي لا يخسر اليوم، لا يخسر مصنعية ولا يخسر الكثير؟ الذهب الأصفر. لو طبعا أخ عبد الله الست لو قعدنا نحكي معها لبكرة، الذهب هو زينة وخزينة، الذهب اللي أقل إشي مصنعية أكيد هو السبائك، ولكن ست لا تلبس سبيكة، ست بدها تلبس حلق، وبدها تلبس خاتم، وبدها تلبس سوار وعقد، يكفي إنه يكون 95% من قيمة اللي بتشتريه هو ذهب. أوكي، ولكن أريد أن أنبه إشي جديد، إحنا عندنا بالمجتمع الأردني الشراء أونلاين بالذهب ومجوهرات قليل جدا، في محاولات للبيع. إحنا كنقابة وكنقيب أصحاب محلات المجوهرات ونبه المواطنين، أنت لما تشتري أونلاين يجب أنك تشتري من محل مجوهرات مرخص معروف، لأنك الذهب اللي تشتري يجب أن يكون قد تم فحصه بدائرة المواصفات والمقاييس، أن تم دمغه، والمحل تشتري يكون محل مرخص، مش تشتري من فيسبوك بيج أو من شخص أنت ما بتعرفه، لو طلع أي غلطة في القطع سواء مغشوشة أو عيار غير مطابق، لا يمكن حسابه أو مش ذهب أو مش ألماس أو مش زيتون، مين الجهة اللي بدك تراجع فيها؟ لا شركة مسجلة بوزارة صناعة وتجارة، ولا رخصة مهن، ولا تابعة لنقابة صاغة. أرجو منك التعامل، يعني أتأكد ممن نتعامل معه، نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات أسامة مسيح، كنت معنا شكرا جزيلا لك، وأيضا لينا قنوع المحللة في الأسواق المالية كنت معنا شكرا جزيلا لك في هذه الحلقة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الأحد الاقتصادي، الأحد الاقتصادي دائما معكم في ذات الموعد، فإلى اللقاء.